معنا زميلة صحفية عصمت منصور المختص بشأن الإسرائيلي. عصمت أهلا بك معنا. صباح الخير. صباح الخير لك ولكل المستمعات والمستمعين. صباح الخير. سأبدأ معك بالحديث عن الجبهة الشمالية بعد اشتعال هذه الجبهة مرة أخرى. قبل قليل الحديث يدور عن قصف مدفعي إلى في محيط الجنوب اللبناني بلدتا عيت الشعب وجبين، وواضح أن هناك تهديدات أيضا من قبل الجيش الإسرائيلي لحزب الله. كيف تقرأ ما يجري على الجبهة الشمالية، وكيف ممكن تفسير هذه التهديدات، وهل ممكن أن تمتد إلى أكثر من ما هو موجود؟ يعني نبدأ من النهاية، أنه ممكن، نعم وارد جدا وممكن أن تمتد. يعني مصادر أمنية بالأمس قالت أنه يبدو أنه هذا أمر لا يمكن منعه التصعيد، لأنه يعني واضح أن الأمور تتصاعد وحزب الله يرفع من مستوى التصعيد، وأيضا هناك قوة تعمل من داخل لبنان غير حزب الله، ولكن كلنا نعلم انه هذا يعني بشكل او باخر منسق مع حزب الله وتحت يعني رعايته ودعمه الكامل، لانه هو السيطره الامنيه له على مناطق الشمال جنوب لبنان يعني والشمال الفلسطيني. لذلك يعني الامور تتصاعد واسرائيل تهدد، ولكن اسرائيل لديها يعني اعتبارين تجعل امكانيه التصعيد اقل او يعني منخفضه. اولا انه لا تريد ان تفتح جبهه ثانيه. كل حديثها عن استعدادها لخوض معارك على جبهتين وأنه هي جاهزة، يعني عمليا عليه كثير من علامات السؤال، لأنه هذا نظريا صحيح تستطيع، ولكن هذا يستنزفها وهذا بناء على تصريحات الجيش بأنه نحن مستعدون، يعني هكذا هم يقولون يعني أنهم مستعدون لهذه الجبهة. هل هذه مجرد تصريحات برأيك يعني ولا للاستهلاك الإعلامي؟ لا هي مش تصريحات. نعم. هو من حيث نظريا عندها القدرة عسكريا وكقوة عندها القدرة أن تدير معركة على جبهتين، ولكن هذا يعني تخيل الآن كل هذا الضغط الدولي والحالة العالمية والتفاعل وهي في جبهة غزة، لكن عندما تفتح جبهة الشمال سيتضاعف هذا الضغط والاهتمام وأيضا المخاطر، مخاطر دخول جبهات أخرى وتحولها إلى حرب إقليمية، وبالتالي يعني هذا عامل يؤخذ بالاعتبار وسيحرف الأنظار عن موضوع غزة ويستنزف جيشها ومجتمعها، لأنه قصف حزب الله ليس قصف حماس مع يعني كل التقدير، يعني حزب الله صواريخه دقيقة وصريخه في قدرتها التفجيرية أضعاف ومداها أبعد، وبالتالي يعني هذا يعني يخلق حالة استنزاف وشلل غير مسبوقة في إسرائيل. لذلك هي تتجنب هذا السيناريو أو لا ترغب. وأيضا هناك محدد ثاني وهو الولايات المتحدة. الولايات المتحدة تقف على رأس إسرائيل بكل معنى الكلمة وتمنعها من أنه تدفع باتجاه فتح جبهة ثانية، لأنه أمريكا في حال فتحت جبهة الشمال هذا يعني لكل محور صحيح الدخول ربما في حرب إقليمية، يعني ستبدأ قواعدها تتأثر وطرق التجارة البحرية هي أصلا وغير. في هناك مناوشات في العراق واستهداف قواعد تمام. أمريكية في سوريا وما إلى ذلك، يعني في بوادر صحيح، وهذا يجعلنا نفترض أنه القرار ليس سهل وستتجنب إسرائيل، ولكن يعني إلى حد معين. وبالمقابل أيضا نقول أنه حزب الله غير معني بجبهة، يعني أيضا هذا العامل نلمسه لدى حزب الله، هو معني بأن يبقى عنصر مساند في المعركة وليس أن يفتح جبهة جديدة. أن يبقى عنصر مساند يضغط يستنزف عسكريا مدنيا إعلاميا وإلى آخره، ولكن ليس أن يفتح جبهة جديدة، لأنه أيضا تبعاتها على حزب الله ستكون كارثية على لبنان أقصد تحديدا. ولذلك يعني هذا يجعلنا نفترض أنه الاحتمالات واردة ولكن ليست كبيرة. طيب عصمت، فيما يتعلق بتصريح نتنياهو بالعودة إلى الحرب على قطاع غزة، نحن نتحدث عن 38 يوما، نتنياهو يقول هذه الحرب قد تستمر وقد تكون طويلة، يعني ما المقصود بهذا الأمر أنها قد تكون طويلة، يعني وكيف ورد هذا التصريح على الإعلام العبري، بالإضافة عن تصريحاته المتعلقة بأنه لن يكون هناك سلطة مدنية حتى في قطاع غزة أو حتى سلطة فلسطينية في القطاع. هذه كيف تم ترجمتها هذه التصريحات وقراءتها عصمت؟ يعني ربما هذه التصريحات تسكب ماء على بعض التصريحات اللي لدينا أنه إحنا جاهزين وغيره. يعني واضح أن المخططات إسرائيل ليست كما يتخيل البعض، أنه
تشن حملة عسكرية وتروح تفضي المنطقة من حماس بهذه البساطة وتفرغها وتسلمها لطرف آخر. هذا يعني توصيف سطحي للأمور. المسألة معقدة. إسرائيل واضح أن لديها ترتيبات تجاه غزة بعيدة المدى. يعني ممكن إنه تضل هالحرب سنة مثلاً، مش بتصير حرب استنزاف ولا كيف؟ شو المقصود بأنه مدى طويل؟ نعم. المقصود ريم هنا إنه الحرب بشكلها الحالي مناورة برية أو حرب برية وتواجد إسرائيلي كثيف في قطاع غزة، هذا ربما يستمر أسبوع أسبوعين ثلاثة بالكثير وينتهي، لأنه سيدخل الشتاء وسيدخل الحملة الانتخابية الأمريكية وسيدخل يعني كثير عوامل تجعل إسرائيل إنه والأزمة الإنسانية في قطاع غزة كلها عوامل بتخلي إسرائيل ما تقدر تكمل أكثر من هيك في هذا السياق، لكن بعدها هي بتنسحب وتبقى المناطق تحت سيطرتها العسكرية بمعنى عن بعد، إنه تقصف هنا اغتال هناك تدخل إنزال هنا يعني وبهذا وتطوق القطاع تمنع ظهور أي ظهور لحماس فيه وتلحقها، يعني هذا اللي ممكن يستغرق سنة أو أكثر إلى أن يرتب الوضع في القطاع وأن تقتنع إسرائيل أنه لم يعد يشكل تهديد. هذا إسرائيليا يخطط على كيف تكون خطط المقاومة وردها وطريقة تعاملها والمجتمع الدولي، هذه مسألة أخرى، لكن يعني عندما يكون تمه أشهر وسنة هو لا يتحدث عن هذه الكثافة والتواجد الكثيف لإسرائيل والقصف المكثف اليومي، يعني كما فعلوا مثلا في السور الواقي هم اجتاحوها خلال أسبوعين ثلاثة للضفة ولكن بقوا فيها حتى تم يعني ترتيبات لسنوات أو على أطرافها أو مطوقينها أو منعين أي ظهور لأي سلطة أخرى فيها. لذلك يعني المسألة قد تأخذ هذا المنحى، نحن نحاول أن نقرأ من تصريحاتهم اللي هي فعلا مش دائما منتسقة يعني مش دائما دقيقة، نتريه أكثر من تصريح في أكثر من سياق، تحدث عن شيء جالنس تحدث عن شيء ثاني جالنس تحدث عن شيء ثالث الولايات المتحدة تحدث عن شيء رابع مصر يعني كل طرف، لذلك يعني واضح أنه نتائج القتال في هذه الأسابيع هي التي ستحسم شكل القطاع مستقبلا وطبيعة إدارته وكيف ستتصرف إسرائيل أمنيا تجاهه، لكن واضح أنه سيكون منطقة عاجزة، هذا يعني بات إسرائيليا شبه محسوم في شمال غزة. إسرائيل ستبقي يعني نوع من الضغط العسكري عليها مستمر وإن كان ليس بقوات برية ربما يعني بطرق مختلفة، يعني خطة إسرائيل العسكرية حتى الآن غير واضحة، ولكن الميدان لا زال هو الذي يرسم معالم كل يوم بيوم للمراحل القادمة. نعم، يعني هل هناك أي حديث عن إنجاز في هذه الحرب الميدانية عصمت في اليوم 38؟ هل فعليا في كل يوم في كلمة ومؤتمر للجيش، لكن هل يتم الحديث أنهم ينجزون في هذه الحرب أو اقتربوا من تحقيق الأهداف المزعومة لهم وما إلى ذلك؟ يعني حقيقة بشكل مجرد لا يوجد أهداف أو إنجازات كبيرة تحققت، يعني عمليا المقاومة لازالت تتصدى. الآن هم يتحدثون أنه يعني حماس فقدت السيطرة على الشمال، ولكن هذا كيف يمكن اختباره يعني بصراحة شمال غزة؟ نعم، كيف ممكن اختباره؟ لا أحد يستطيع أن يضمن، ربما إذا خرجت الاحتلال في دقائق تكون حماس ملأت يعني هذا المكان. لذلك يعني كل حديثهم عن اعتقالات المعنى أنه لا أحد يعلم ما الذي يجري فعليا خلال هذه الاشتباكات. صحيح، ولكن إنجاز واضح لا يوجد، إنجاز بمعنى على شكل شخصية كبيرة في المقاومة على شكل الوصول للمطلوبين أو إنجاز على مستوى الرهائن، إنجاز على مستوى نفق كبير يعني كل هذه الأشياء لم نرى يعني لها أي ترجمة. ولذلك يعني الإنجازات هم يقولون نتقدم ويقولون نجمع معلومات، ولكن فعلا بدأ يعني الحرب تدور في حلقة مفرغة، يعني لا يوجد أهداف فعلا يعني يمكن الحديث عنها وأهداف تكتيكية، يعني اليوم مثلا شو بسوي الجيش الإسرائيلي، ماذا يفعل الجيش الإسرائيلي اليوم في غزة غير أنه بيرجع بكسف نفس المناطق وبكسف مدنيين وبهجر في الناس، يعني ماذا يفعل؟ لذلك فعلا هذا يعني يخلق حالة من الإحباط حتى لدى الأمريكان اللي بدأوا يعني يتساءلوا عن ماذا بعد، يعني خلال 40 يوم حققته لن تحقق أكثر منه، وإذا حققت يكون ببطء شديد وعلى حساب أعداد كبيرة من المدنيين ومعاناتهم والأمراض والمجاعة وقدوم الشتاء وغيرها. لذلك كان الضغط كبير على إسرائيل وضغط أنه تطلع صورة انتصار، وهذا لم يتسنى لها حتى الآن.
شكرا عصمت منصور الصحفي المتخصص بالشأن الإسرائيلي، تحياتي لك وشكرا جزيلا.